Asian society. What's the meaning of society يا حبيبي؟ جيب كتابك وهيك. يعني هذا أستاذ مستقبلكم صح، في فيروس، بس هذا ما بيعني إنه إحنا نخسر مستقبلنا عشان الفيروس. إن شاء الله هاي الأيام بتروح وبتصيروا تحكوا لأولادكم عنها وبتنذكر وما بتنعاد، بس انتبهوا لمستقبلكم أستاذ، والله إنه كتير إشي مهم. أنا مش من النوع اللي بحب يدرس ويعطي محاضرات عن الأهمية وعن كذا، بس أنا بحكي من مجال الصدق، لأنه يا أستاذ هيكم شفتوا كيف يعني هلأ كل حدا فيكم بإيده هذا التلفون ولا الكمبيوتر، واللي ما بيعرفش إنجليزي تورط وأكل هوا. فشدوا حيلكم بالإشي المسلي، بالطريقة اللي بتعجبك، الطريقة اللي أنت تعجبك اتعلم فيها يا أخي. ولكن إيش إحنا عندنا الأساسيات، يعني الواحد ما بيستغني عنها. جوز يكون كلامي غريب، بس أنا يعني ليش بحكي هذا الكلام؟ لأنه حياتكم حتكون غريبة، مش صعبة، حتكون غريبة حياتك أنت وياه. إحنا يمكن عشنا، أنا عشت لي 30 سنة طبيعي جدا، أنتوا هسا وقتكم كتير غريب. ماشي، مش صعب، هو سهل، بس حيكون غريب. إشي أونلاين، إشي فيش مدارس. إحنا يا أستاذ ما مستحيل كان عنا، يعني أكتر مرة أنا عطلت الأردن لما توفى جلالة الملك حسين، عطلنا لنا كأنه 4 5 أيام. هذا كان إيش؟ هذا كان أكتر وقت. أنتوا صار لنا إحنا قديش أشهر ما بنروح المدارس، فلا شك إنه الدنيا بتتغير. عشان هيك جهز حالك، بعد فترة أستاذ المصاري الورق راح يبطل إلها قيمة، راح تصير كل شيء رقمي ديجيتال. أنت في إيدك إشي زي الساعة بتدفع عن طريقه، ما بدك لا تمسك فلوس ولا بدك تتواصل في حدا. ليش؟ عشان تحمي نفسك من الأمراض. هذا الحكي إحنا كنا نحضره أفلام، على وقتنا هلأ أستاذ هذا قاعد بصير واقع. عرفتوا علي يا إخوتي الأعزاء؟ لذلك بعينكم الله لقدام شوي إن شاء الله بجيب كمبيوتر على البيت، إله شاشتين، شاشة بتصير تفتح عليها وبتصير تكتب على تلفونك على نفس الكتاب. يعني حلو الموضوع إن شاء الله. فهنا every society، society يعني مجتمع أستاذ، society يعني مجتمع، زي تقريبا كلمة community and culture، والثقافة، كل مجتمع ثقافة has its own customs، في إله عادات and traditions وتقاليد. When you travel to another country، لما أنت بتسافر على بلد تانية، you should make sure، لازم تتأكد that you know these unwritten rules so that you don't offend anyone، عشان أنت ما offend يعني إيش؟ تسيء لحدا. فهذولا يا حبيبي customs and traditions، شو يعني؟ يعني unwritten rules، يعني قواعد غير مكتوبة. If someone gives you a present in India، إذا حدا بيعطيك هدية في الهند، you mustn't open it in front of the person who has given it to you، مش لازم تفتحها قدام الشخص اللي أعطاك إياها. You must open it in private، لازم تفتحها وإنت في مكان خاص لحالك. هذا إيش؟ هذا أول إشي اللي هو إيش؟ Dealing with presents in the Indian community. طيب present يعني إيش أستاذي؟ الحاضر. مظبوط، بس هون معناها هدية. الثانية، الفقرة اللي عند رقم 10، in many countries around the world،
You have to take off your shoes. لازم تشلح أحذيتك before entering someone's house. تقريبا في الأردن في ناس لسه ملتزمين في هاي العادة، بس في اليابان مثلا وفي الصين، خصوصا في اليابان، إذا ما شلحت من رجلك بتتعرض للإساءة. تشلح من إجرك وبيعطوك هم شحاطة ثانية احتياط أن تلبسها. In Jordan, if you are drinking black coffee, إذا بتشرب قهوة عربية with your host مع مضيفك, you should show that you have had enough coffee by shaking your cup from side to side, عن طريق إنك تهز الفنيال من جانب لجانب. If you would like more coffee, إذا بدك قهوة كمان, you simply hold out your cup. بكل بساطة بتمسك الكاسة تبعتك بدون ما تهزها. صح الكلام يا مطانيخ ولا غلط؟ نعم صحيح أستاذ، صحيح صحيح، مضبوط مضبوط. الله يرضى عليكم. لين؟ بلا من السؤال أستاذ. كيف حالك؟ تمام منيحة والله العظيم. بمزح معك، ما بدي أسأله، بس حبيت هيك إني يعني أصبح عليك وخليك تضحك شوي، أوكي. بس مش راح أسأله يعني، لا مش لهالدرجة قليل ذوق يعني أنا. طيب، فخلص بالأردني إذا بدك كمان قهوة ما تهز الفنجان، إذا بدكاش هزه، بس طبعا كلنا بنضطر نهزه لأنه في غيرك بده يشرب يعني. خلص قلب وجهك يعني. خلص. In the countryside in Brazil, في الريف في البرازيل, many homes haven't got doorbells. كتير من البيوت ما إلها جرس. So when you visit someone, you must stand outside and clap your hands. هيك بس تروح تزور. أنا بدي أروح أزور ممدوح العدوان، أسوي هيك. الله يحييك أستاذ. الله يحيي أصلك. لأنه البيت ما إله جرس، وبجوز يكون مثلا معمول من أكياس أو قش، فما في مكان تدق عليه فتزقف بإيدك. هسا يا إخوان بدي أحكي لكم شغلة، هم بيحكوا عن الكانتري سايد إن برازيل، كذابين. هم بيحكوا عن منطقة اسمها ريو دي جانيرو. ريو دي جانيرو يا إخوان هي العاصمة، بس صار فيها ازدياد سكاني بشكل هائل وخرجت عن سيطرة الحكومة، فراحت الحكومة عملت عاصمة جديدة وخلت ريو دي جانيرو بقبضة تجار المخدرات وتجار السلاح والأعضاء. ففي أماكن أستاذ في ريو دي جانيرو ما بتقدر الحكومة تفوتها. مسوين عليها فيلم فاست اند فيوريوس، لما بينزلوا بالجيب اللي لونه أصفر. هاي هي ريو دي جانيرو أستاذ للي بيعرفهاش، فيها تمثال للسيد المسيح كبير على أعلى الجبل. طيب، فبتزقف بإيدك. If nobody comes to open the door، إذا ما حدا بيجي يفتح الباب، أنت بتتوكل لأنه بجوز تنقتل. You can knock، بتدق. But you cannot go inside until it's opened. يعني أكيد ممنوع تفوت يعني أكيد، لحتى ما حدا يفتح لك. If you are waiting to shake the hands of the Queen of England، إذا أنت بتستنى عشان تسلم على الحجة، you have to wait until she puts out her hand first. استنى لحتى ما هي ترفع إيدها. Accepting invitations، قبول الدعوة، can be very confusing، بيكون شوي مربك. If you are invited to a dinner party which starts at 7 o'clock، إذا أنت رايح على حفلة بتبلش الساعة 7، wait
عفواً what time you should arrive in تركيا you should arrive exactly on time لازم توصل على الوقت يا ممدوح ماشي في تركيا على الوقت ما تتأخر تم الله يرضى عليك طيب in Argentina في الأنجرتيل You should arrive up to an hour late. لازم توصل متأخر ساعة. As arriving on time, لأنك إذا وصلت على الوقت, is considered impolite. يعتبر وقاحة. يعتبر قلة أدب. طبعاً إحنا هون راح نيجي نحكي ليش يا أستاذ عادي يعني لا هاي عادات وتقاليد أستاذ. أحكي لكم مثال. عندنا إحنا العرب وهذا الاشي احنا عنا بصير بالبيت لما اقدم قهوة يا اخوان عربية بالفنجان اوقف استنى الزلمة يشربها يرجع لي اياها واشوفه اذا هزها خلص اذا ما هزها بصب له كمان ثلاث مرات المرة الثالثة احط له الدلة قدامه وبقعد هذه في عاداتنا وتقاليدنا يا اخوان بنعتبره عيب اذا انا بدي أناول الواحد الفنجان وأقعد يا عيب الشوم صح ولا لا يا جماعة المطانيخ مظبوط جاوبني بصيرش مستحيل أنا يجي عندي حتى لو كان أصغر مني بكثير أقهوي وأستنى فنجان فنجانين ثلاث مثلا في العادات والتقاليد عند الزواج لما بروح واحد يخطب وحده بيحطوا فنجان قهوة قدام الكبير اللي جاي يطلب فهو بيخلي الفنجان مكانه وبوقف بحكي فهم بيقولوا له اشرب قهوتك خلص يعني هذا معناته موافقين ما بيصير والله يمسك القهوة ينزل فيها شفط ما بيصير لأنه هاي تعتبر وقاحة impolite قلة أدب طيب In Asia, في آسيا, it's considered rude, يعتبر من الوقاحة, to tap your chopstick against your bowl. عيب إنك تخبط الخشبات اللي واكلة فيهم العصي, sticks, في صحنك, عيب. زي عنا إحنا في الأردن عيب تخلي المعلقة تطب في سنانك وإنت تأكل. دغري أبوك يصفقك عصفوقك. يقول لك شو لا تعمل هيك عيب طلع صوت المعلقة ما بزبط أو مثلا أنت تشفط شوربة تعمل ما بزبط عيب عندهم إذا بتخبط الخشبات في الصحن عيب You shouldn't point to someone while holding your chopsticks either ما بصير تأشر على حدا بالعيدان اللي بوكلوا فيها لأنه عيب يا إخوان حركة واقفة يعني مش منيحة يعني دغري الماما بتقول لك عيب أبصير If you're very hungry إذا أنت جعان كتير and you're eating a meal in China بتاكل وجبة خفافيش مثلا في الصين You mustn't finish your food ما بصير تخلصه أستاذ خلي لك جناح خلي لك راس ما بصير تخلصه It's considered rude بيعتبر عيب وقاحة because it suggests that you are very hungry and that you haven't had enough to eat لانه هذا يعتبر وقاحه لانه انت معناته انت جعان وانه انت ما معك فلوس تاكل احنا عندنا اللي يشبع عيب اللي يقوم قبل ما يشبع عيب وعندنا المعذب لازم يضل قاعد لحتى ما يشبع اخر واحد you are allowed to eat noodles مسموح لك تاكل اندومي اللي هي نودلز يعني معكرونه In Japan noisily يعني اسلخ نودلز وطلع صوت زي ما بدك وشفط وخلي النودلز تخبط براسك ومناخيرك عادي It shows your host هذا بتورجي انت مستضيفك صاحب البيت or hostess او صاحبة البيت that you are enjoying your meal انك انت بتستمتع في وجبتك بمزح معكم Do you have any questions?
Do you have any questions؟ جيبوا لي دفاتركم خلينا نجاوب هذولا. بس أنا بصراحة عطشت، بدي أروح أشرب مي، عطشت موت. ما حكيت 3 حصص أنا أضبط راديو. الله يعين الطلاب علينا. يا الله يا كريم، مرحبا أستاذ. يا هلا ورحب، هلا بالفايز. شلونك؟ سلم لونك أستاذ. أستاذ دخلت على الحصة قبل شوي، قعدت جوز 10 دقائق ما كان في صوت أبدا. جد؟ آه والله غريب. الحمد لله. طيب، السؤال الأول يا أصدقائي بيقول: If someone gives you a present in India, شو تسوي؟ You must open it in private. Yes, exactly. You must open it in private. طيب, in Jordan, you should ish. You should shake the cup. استاذ بالله هذا الدارس بيقول لك انه كيف الواحد يتقهوى. طبعا بالله عليك والله. لا بقى كيف You should shake the cup from side to side if you had enough coffee. In the countryside in Brazil, you can't ish. يلا قولوا لي. You can't enter the house unless someone opens the door for you. To shake the hand of the Queen of England, you have to wait, لازم تستنى, until she puts out her hand. أستاذ هاي السؤال الثاني دو سارت ولا سارت؟ ايه السؤال الثاني شو كاتب تو ايش؟ from side to side. In Argentina you must
not arrive on time. إذا أنت معزوم على حفلة. In Asia, you shouldn't eat all the food in your plate أو dish إذا بدك. ممنوع تأكل كل الأكل. In Japan, you can eat noodles noisily. أشوف السبيلينج صحيح. بتقدر تأكل نودلز بصوت عالي. في حدا بينقل؟ أنا يلا خذ وقتك. بس تطلع شوي لفوق عشان الساعة الثالث. أبشر. Work in pairs. Compare the sentences in the exercise 4 with the customs in your country. هذا بديش أشتغله أنا، بحبش وجع الرأس. بكرة هذا رسميا الغو يعني، لأنه تقريبا يعني إحنا عندنا تشابه. يعني ممنوع ناكل إحنا بصوت عالي، ممنوع تأشر بسكينتك أو شوكتك على الناس، يعني ممكن تنضرب يعني إذا بعمان تسويها. تفتح الهدية قدامي ولا وراي أنت حر، ما بخصنيش أنا، المهم جبتها وخلصت من خشومك. لازم تشلح الأحذية في الأردن، يعني أغلب الناس بطلوا هاي العادة. بس أنا هذيك اليوم رحت عند ناس شفتهم فارشين السجاد، فحكت لهم والله غير أشلح، فعادي جابوا لي هم إشي شبشب يعني تاني. شغلة الفنجان بتروح عند ناس مش كفو عادي، ما بيهزوه عادي يعني. إذا بتفوت على دار بدون ما تدق بيكسروا عينك. إحنا نوصل على الموعد أو نتأخر ما في مشكلة، يعني إذا معزوم توصل على الموعد أو تتأخر ما في مشكلة، لأنه يعني بنعرف شو وضع الأزمات والتحويلات. ولو إجيت بكير برضه ما في مشكلة، بس ما تيجي بكير كثير، يعني بالكثير ساعة زمن مش أكثر. أنا سأكون معزوم عند ممدوح العدوان، يعني الموعد على الأربعة بصير شاجع على الثلاث، باجي 4 على 10 مثلا. بس ما بصير نخبط الصحن بالمعلقة أو الشوكة. تاكل أكلك كله ولا تخليه، ما حدش راح يسأل فيك، راح يحلفوا عليك يمين. والله غير تأكل، والله غير تزود، مش أكلك، والله غيرها، بس بالآخر إيش؟ بالآخر بتمشي أمورك، أنت حر يعني. الله يعطيكم العافية، بكرة إن شاء الله بناخذ هذا الدرس اللي بجنن. بس خليكم معي شوي، بس دقيقة، بدي اخليكم تاخذوا عنه سكرين شوت. هذا يا اخوان هيو، خذ عنه سكرين شوت يلا.